لي يا فاني ونطير معك لالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح خليك لي يا فاني ونطير معك لالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح وانا وانا مازال باقي في ورزازات. اليوم غنصور لكم ستوديو. انا هذا الفيديو غنديرو خاص بالستوديو ديال السينما. شوفوا معايا هادشي ديال الاهرامات، هادشي ديال الفراعنه. كتحس براسك بانك كاين في واحد الحقبه ديال الفراعنه. واو خطير. عرفتي شنو؟ عرفتي هادشي؟ شوف شوف معايا هادشي، هادشي كامل غنصور لكم اون ديتاي. هادي شوف كتحس براسك بحال داكشي بكري، دوك الفراعنه اللي كانوا كيبنيو هذاكشي ديال المسلسل ديال يوسف الصديق. ما عرفتش انايا من بعد غادي نبحث وغادي نشوف سميت الافلام والمسلسلات اللي تصوروا هنايا في الاستوديو هادو ديال اللي كيدوا على هاد هادشي ديال الفراعنه. المهم صورت واحد المعبد يهودي خطير، مش يهودي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنسى ضرباني الشمس وعلى الفرحه ومع الاجواء ديال الاستوديو خطيره. يا سلام، واحد المعبد الصيني وداكشي ديال البودا وهذاك الشيء راكم عارفين. غادي نخليكم دابا معايا جوله في عالم الفراعنه، فيديو غزال غادي يعجبكم. غنقول لكم واحد القضيه، اللي غادي يشوف هذا الفيديو غادي يحس براسو بانه فعلا زار استوديو ديال ورزازات، حتى شي حاجه ما فلتها، وانت في دارك وجالس وكتشوف داكشي بادق التفاصيل ديالو. غادي نحاول كيف ديما ما نطولش لكم الفيديوهات باش ما يجوش مملين، ولكن داكشي الاساسي غادي نصورو. الكيد راه ما بقيتش معاه، هربت عليهم لانني هو كيبقى يدقق في التفاصيل وانا الصراحه زربانه زربانه. شوفوا معايا هذا، شوفوا شي داك الاحياء اللي كيبينوهم بكري، داكشي قديم راه ما كيكونوش ديور ديال بصح. شوف شوف ها هو يجيها، شوف انت كتشوف وكتحس براسك باللي راك انت في مدينه ديال بصح، وانت راك ما في مدينه ديال بصح ما والو. انت ها الطين والبيبان والشراجم. غادي ندخلوا بعدا في هاد البواطيل ولا غنبدا بها. شوفوا ما كتحسوش بانكم فعلا في مدينه قديمه. شوف شوف داكشي ديال الارابيسك وداكشي ديال المسلسلات ديال بكري ديال الزبال. شوف خنيتي سطرمات. واو. غادي نبدا لكم انا من هنايا بهاد المقدمه في هاد المنطقه هادي، ومن بعد غادي نوريكم شي لاخر. انا ما بديش لكم من الاول ديال الدخله ديال الاستوديو، راه انا دابا لداخل. ملي غنسل هاد المقطع غادي نبدا لكم من الاول. بغيت نبدا هاد البلاصه حيت عجبتني بزاف بزاف. واو شوفوا شوفوا معايا، شوفوا واو وزازات غزاله غزاله. اش هاد البلاصه اللي مشيتيها كنقول غزاله. واو شوفوا 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 معايا، كنحس براسي دابا بحال كاينه معاهم في داك في دوك الافلام القديمه. بغيتو تعرفوا على الاستوديو بالضبط 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 بادق التفاصيل ديالو، هاد الفيديو كملوه حتى الاخر. واو شوفوا معايا هاد البلاصه جاتني بحال داكشي ديال الحديد دان وخلف وسط الرماد وبحال داكشي. مهم بعد ما شفنا هاد البلاصه هادي مع بعضياتنا واكتشفناها باش تعرفوا الافلام والمسلسلات اللي كتفرجوا فيهم في دوزام وفي كيتصوروا، راه غنقول لكم راه ماشي غير الناس ديال المغرب اللي كيصوروا هنايا، راه كاينين اعمال وانتاجات دوليه
شو دابا هذا راه معبد مصري، هو اللي غندخل دابا نتعرفوا عليه من الداخل كيفاش داير. راه غندخل ليه كاين داكشي ديال المومياءات، وبحال دابا هنا واحد المومياء محنطه هنايا زعما، وغادي تدخلوا داخل وغادي تشوفوا، غتحس براسك بانك فعلا في اسوان ولا في يعني في البلايص نيت في كاين المعابد ديال الفراعنه. شوفوا عيشوا معايا الاجواء، راه فعلا فعلا شي حاجه ما نتذكروش عليها. شوفوا هاد النقوشات اللي كاينه هنايا، اخناتون، كليوباترا، كتعيش في واحد الحقبه اخرى. انا كنت بحثت وكنت كنسمع حتى الكيد كيهضر بان كاينين اعمال امريكيه تصورات هنايا بحال زعما هما كاينين في مصر، وكانت هاد المساله فعلا كانت قلقت المصريين. قالك علاش زعما الناس الاجانب كيمشيو للمغرب كيصوروا في معابد فرعونيه في حين كيخليو الاصل، يعني كيخليو المعابد الحقيقيه ديال الفراعنه. ما عرفش السبب، واش ربما الدوله كدير تسهيلات من اجل تشجيع السياحه السينمائيه، والله ما عرف زعما السبب شنو هو. اش بان لكم من كنشوف هاد العربه ديال كليوباترا؟ كليوباترا رمسيس الثاني، هادي العربه ولكن ضروري غادي نجلس فيها نجربها. خليك لي يا فاني ونطير معك بلالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك لي يا فاني ونطير معك بلالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا وانا بالعقل عشتني في الرسالة، كيف تقلب لحنا كيتصوروا باش نديرو نجيهمش. المهم كان هذا هو الاستوديو ديال ورزازات، البلايص الزوينين الغزالين كلهم صورتهم لكم، ما خليت لكم حتى شي قنت، ما فلتنا حتى شي حاجه. هذا الباطو ما عرفنا واش الباطو ديال واش الباخره ديال نوح، والله ما عرفتش. هذا وقيلا هو اللي كان ارابيسك، داكشي ديال مصر ديال بكري كيعجبني انا، داكشي ديال مصر والله العظيم. يعني اي حاجه قديمه ولا شي ديال الفراعنه، هادشي ديال هادشي كلشي زوين، هادشي كلشي زوين. المهم البنات، بعد ما سالينا الجوله ديالنا في متحف الفراعنه او معبد الفرعوني، غنمشيو دابا لهذاك المعبد اللي كيبان لكم، المعبد الصيني ديال بوذا. المهم قبل انا كاين دابا في السونتر بالضبط ديال المتحف السينمائي، كيف كتشوفوا تاخذوا فكره. ورا مازال في النهايه ديال الفيديو عاد غنوريكم الدخله ديال الاستوديو، هذاك منجليق. هذا وقيل بوذا والله اعلم، هذا وقيل داك القربان اللي كيعطيوهم الالهات ديالهم بكري. عرفتي هاد
هاد الاصنام ماشي اصنام، الا سمعونا الصينيين غادي يتقلقوا منا. سميتها الالهه، يمكن هادشي ديال البوذا على ما اعتقد. راه خليت الجيد اللي كيشرح ليهم ودز البانه، ما قدرتش نتسنى تيكمل داكشي ديال الافلام. جيت نشوف هنايا هادشي صراحه واعر واعر. خليك لي يا فاني ونطير معك هلالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك لي يا فاني ونطير معك هلالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا وانا بالعقل عشتني في الرسالة، كيف تقرب لحنا السينما بدات في المغرب 1894. هذا الجيد خليته كيعاود لهم التاريخ ديال السينما، ومشيت نكتشف في زوايا اخرى في هذا المكان. ناري باز الناس اللي كانوا بكري كانوا يسدوا عليهم ساكن نفس السجن. واو شوف السجن من الداخل كيفاش داير. واو شوف 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 شطريجه مصغور اخرجوني. بعد ما تعرفنا مزيان على داخل استوديو السينمائي، انا دابا غادي نوريكم الدخله ديال الباب. منين كتدخلوا البلاصه من قطعنا تيكي و تنوصلوا للسونتر. السونتر بالضبط ديال المركز، مش المركز ديال هذا الاستوديو السينمائي. والبقيه راكم شتوها نتوما معايا اون ديتاي، المعابد اكسيتيرا. فرجه ممتعه. اللهم نبعد عليك ولا تدل، غنطيلي شارجي آية يوم تبدل. نقر كل دقيقة كل ساعة للصباح، حيت انت مغنن وراسك من الحجر قصاح. اللهم نبعد عليك ولا تدل.
صار جي مهدي تاني ونتبدل نجري كل دقيقة كل ساعة للمصباح حيت انتي مغنى وراسك من الحجر قصار وغير مسيري كان زوين كاع ما بقى الميساجات بالليل وطليل الزنقة خلينا غير صحاب ونسيني مسحي الصور اللي فاتوا بينك وبين البنات. الفيديو ديالنا وصل النهاية ديالو كيف شو احنا شفنا المعبد ديال ديال الفراعنة، شفنا داكشي ديال البوذا في الصين، المهم شفنا داكشي زوين كاع. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، اللي باقي ما دارش ابوني يديرها، اش باقي كيتسنى، وخلي دي كومونتير زوينين. الى عجبكم الفيديو بطبيعه الحال، الى ما عجبكمش الفيديو ميكو ميكو صافي. يلا الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. يلا أجمل تحية من عالم صفاء ترابي من مدينة ورزازات.